طيب رجع لنا مرة تاني من ليبيا المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للمريخ السوداني. يا فندم شرفنا ومنورنا مرة أخرى. أنا كنت سألتك قبل انقطاع الخط عن هل تركيزك الآن أنت ولاعبيك مع طلب إدارة نادي المريخ السوداني احتساب مباراة الترجي التونسي لصالح المريخ بسبب مخالفة إدارية في التحكيم في التغييرات الأربعة، ولا أنت مش مركز مع هذا الأمر؟ أظن إن الماتش ده كنا المفروض إن احنا نبقى هجوميين زيادة شوية، لأن احنا كنا محتاجين المكسب، كانت محطة مختلفة شوية، وكان المفروض إن احنا ما نسيبش الماتش أو نخسر الماتش. فدلوقتي احنا مركزين في ماتش الزمالك، ومركزين إن احنا نوصل للتلات نقط علشان إن شاء الله نتأهل للمرحلة اللي بعدها. فدلوقتي إن شاء الله احنا مركزين أكتر إن احنا هنهاجم زيادة، والدفاع يكون متوازن جدا علشان نبقى جاهزين إن شاء الله للماتش اللي بعده. هل في غيابات مؤثرة أو إصابات أو إيقافات في فريق المريخ قبل مواجهة الزمالك، ولا الفريق مكتمل؟ طيب خليني اقول ان احنا محترمين جدا فرقه الزمالك، محترمين جدا الطريقه اللي هم بيلعبوا بيها، بس طبعا لازم هم يحترمونا كويس جدا، لان احنا هنبقى بشكل مختلف تماما عن الشكل اللي احنا كنا بنلعب بيه الماتش اللي فات. طيب هو انا مش عارف فهم سؤالي ولا لا، انا بسال هل في غيابات مؤثره عن الفريق من لاعبين، يعني هل في لاعبين هيغيبوا عن المريخ في هذه المواجهه، مواجهه نادي الزمالك؟ لا ان شاء الله فرقتنا هتكون كامله الماتش الجاي، وكل اللعيبه ان شاء الله جاهزين، ومستنيين ان كل الفرقه وكل اللعيبه يدخلوا الماتش بنفس الفورمه، والفورمه افضل فورمه ممكن يشتغلوا بيها او ممكن يلعبوا بيها على الملعب. بالتاكيد تعرف كثير من لاعبي نادي الزمالك اثناء فتره عملك في الكره المصريه تحديدا مع النادي الاسماعيلي، مين ابرز اللاعبين اللي انت تنتظر او بتركز جدا على مراقبتهم في مباراه المريخ القادمه من نادي الزمالك؟ طبعا انا في الوقت اللي انا كنت بمرن في فرقه الاسماعيلي في مصر، انا طبعا كنت بتفرج كتير جدا على ماتشات الزمالك، وعارف اللعيبه كويس، وعايز اقول لكم ان الفريق الفني اللي معايا ومحللين الاداء اتفرجوا معايا على الماتش بتاع الزمالك النهارده علشان نشوف مين اللعيبه اللي هنقدر نركز عليهم. شفنا ان الفرقه في حاله كويسه، وان شاء الله احنا هنكون بنقدم شكل كويس في الماتش الجاي. هيرون ريكاردو المدير الفني للمريخ السوداني، انا بشكرك شكرا جزيلا على التواجد معنا، نتمنى لك التوفيق في هذه المواجهة، ونتمنى للزمالك الفوز بإذن الله في هذه المواجهة.